تمام بتتثبت ازاي من خلال عمود لان انت ممكن تلاقي على ترابيزه تانية انا مش حاطط السكينه دي انا حاطط لك دي ما فيهاش عمود بس ديت هي دي خلاص يبقى سكينه وجهيه جانبيه تثبت على الفريزه الراسيه بتتثبت تتمسك ازاي يا باشمهندس من خلال عمود طب السكينه دي بتعمل ايه بتساوي اسطح تمام بتساوي اسطح بس ما تعملش حاجه تانية السكينة دي بتساوي اسطح طبعا تركب على الفريزه الراسيه والفريزه الايه العامه لان احنا كنا قلنا العامه بتضم الراسي وبتضم الايه تمام السكينة دي اسمها سكينة طرفية اسمها سكينة طرفية او اندميل سكينة طرفية او اندميل بتثبت على الفريزة الايه الرأسية الفريزة اللي ورايا دي اسمها فريزة رأسية خلاص بتعمل ايه بتساوي اسطح وبتفتح مجرى حرف يو عارفينها يبقى دي بتساوي اسطح وتفتح مجرى حرف يو ممكن تلاقي الشكل ده ممكن تلاقي مثلا قطر اقل منها دي هي دي خلاص انا عندي مطلع عدد لثلاث لجان حسب العدد المتاحه قدامي خلاص وانا عندي قلنا وجهيه جانبيه وعندي طرفيه خلاص عندي دي اسمها سكينه حلزونيه سكينه ايه حلزونيه سكينه حلزونيه تثبت على الفريزه الايه الافقيه ما بتشتغلش كده بتشتغل كده شغل دماغك ما الدكتور يديك عده شغل دماغك قبل ما تتكلم امسك السكينه وشوفها بتشتغل ازاي لو اتمسك كده هتعمل حاجه لا يبقى الطبيعي ان هي كده طب يقول لك بتتثبت ازاي يبقى في عمود بيركب فيها خلاص سكينه حلزونيه بتثبت على الفريزه الافقيه من خلال عمود بتعمل ايه بتساوي اسطح خلاص عندي دي اسمها سكينه فتح مداري طوليه اللي بتعمل مجرى حرف يو خلاص